تناول علماؤنا الحديث عبر القرون عن القرآن العظيم، وألفوا كتبا كثيرة في تاريخه منذ بدء الوحي وتنزل الآيات الأولى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى مماته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ولم تكن كتب التاريخ هذه، ومن ثم علوم القرآن، إلا منهج بحث ورصد سرد فيه العلماء الصورة المثلى والمعنوية للقرآن العظيم، وقليل منهم تعرض بعد عدة قرون للجانب الجمالي من حيث جمال المبنى لهذا الكتاب العظيم الذي تفرد به المسلمون عن باقي أصحاب الديانات بدقة ضبطه والحفاظ على مشافهته، ومن ثم كتابته في أساليب وأفانين شتى. وقد عرض الجزء الأول من برنامج رحلة القرآن العظيم مجمل الجوانب الفنية والحضارية التي قصر أكثر علمائنا في رصدها وتسجيلها والبحث عنها، كما تناول تاريخ القرآن من الناحية الوثائقية، فعرض الوثيقة وحاكاها واستنتج منها تطور اللغة العربية وتكامل نموها، ليسهم بنصيب ضئيل في دراسة هذا الكتاب السماوي العظيم. ففي قمة جبل النور غار حراء نزلت أولى الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مشافهة من ملك الوحي جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نزل القرآن العظيم على مراحل، واستغرق نزوله 23 سنة من بعثته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وحرص على حفظه وتدوينه، واتخذ كتابا تحت إشرافه ورقابته. يقول الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأه فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه. وكان جبريل يدارسه بالقرآن في كل سنة مرة، وفي عام وفاته مرتين. وحفظ أصحابه القرآن شفاها منه. يقول ابن مسعود: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. لم يكن تدوين الكتاب أمرا شائعا زمن البعثة، فرسمت الحروف الأولى للقرآن العظيم بيد كتاب من قريش في مكة. وكتاب من الأنصار في المدينة، حتى بلغ عددهم 43 كاتبا. وكان ألزمهم به وأخصهم معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما. خطت الحروف الأولى ورسمت بالحبر على العظام والحجارة وسعف النخل وجلود الحيوانات الرقوق
وعلى الورق والبرد وعلى أشياء ومواد مختلفة، وكتب بحرف يابس جاءوا به من بلاد الشام أثناء رحلة الشتاء والصيف، وكان للأنباط دور كبير في تطور بنيته وشكله. تولى النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب القرآن العظيم بعد اكتماله طبقا لما أخبر به الوحي. يقول عثمان بن أبي العاص: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، آخرها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملي القرآن على كتاب الوحي ويرشدهم إلى ترتيب الآيات والسور. إن ترتيب السور على ما نراه اليوم وترتيب الآيات توقيفي من الله عز وجل، بالرغم من أنه لم يجمع بين دفتي مصحف واحد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي: إنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه، فتعاون الحفظة والكتاب على حفظه وعدم ضياعه أو تحريفه، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد غروب شمس النبوة لاقت خلافة أبي بكر الصديق مصاعب جمة، واستشهد 70 حافظا أثناء موقعة اليمامة في حروب الردة. واقترح سيدنا عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر جمع القرآن، وشرح الله صدر أبي بكر وأسند المهمة لكاتب الوحي زيد بن ثابت الذي شهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسخ زيد المصاحف في صحائف من الرق وربطها بخيط وأودعها بيت الخليفة عمر، ثم آلت إلى بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. جمع القرآن العظيم الجمع الثاني بعد أن ألقى المهمة إلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن ثابت، وقامت هذه اللجنة الرباعية بإخراج النص المخطوط لأول مرة معتمدة على المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة بعد سنة من العمل الجاد، وأرسلت النسخ إلى الكوفة والبصرة والشام، واحتفظ الخليفة بنسخة. وتمر الأيام ويدخل في الدين الجديد آلاف وآلاف من غير العرب الذين لا يحسنون التكلم بالعربية، فتسرب اللحن وفشى الغلط في قراءة القرآن. مما دفع أبا الأسود الدؤلي لشكل القرآن وإعرابه بطريقة النقط باللون الأحمر، فجعل النقطة الحمراء فوق الحرف للفتحة وتحته للكسرة،
وبين يدي الحرف للضمة، وأضيفت بعد ذلك النقط الصفراء والخضراء والبرتقالية واللازوردية لتدل على الهمز والتشديد والمدود، ولعبت الألوان بصورة نقاط للشكل والضبط فوق الحروف دورا كبيرا في العناية برسم المصحف على مدى 4 قرون. وكانت الغاية من ذلك ضبط القراءة حتى لا يخطئ قارئ القرآن في حرف صوتي، إلا أن الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء بقيت مشكلة قائمة عند الأعجمية، إذ كثر التصحيف والتحريف. فتصدى لحل هذه المشكلة نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، ونقطت الحروف المتشابهة وأمنت القراءة من التصحيف. كما جمع الحجاج فقهاء المسلمين وقراءهم وحفاظهم، ومكثوا 4 أشهر يصلون ليلهم بنهارهم حتى عدوا آيات القرآن العظيم وكلماته وحروفه، وقسموه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع. لم يكن المصحف الشريف يحمل رموزا تشير إلى هذه التقسيمات الفنية، وإنما كان مجردا ليس فيه إلا الحرف. ثم استحب النساخ كتابة العناوين في رأس كل سورة، وحتى يميزوها عن جسم القرآن كي لا يعتقد الناس بأنها من القرآن، كتبوها بالذهب وبلون مغاير، وابتدعوا لها خطا مورقا، كما وضعوا رموز الفاصلة عند رؤوس الآيات، فاستخدموا في البدء نقطة ثم تطور إلى الدائرة ثم إلى مجموعة من الدوائر على شكل مثلث، ثم تطور الشكل إلى دائرة زخرفية أدخلوا فيها حرفا ليدل على رقم بطريقة حساب الجمل. استخدم المسلمون الأوائل حرف الهاء ضمن دائرة بعد كل 5 آيات للدلالة على الرقم 5، وسموا ذلك بالتخميس، ووضعوا عند رأس كل 10 آيات حرف ياء للدلالة على 10، وسموا ذلك بالتعشير، كما وضعوا حرف هاء مذهب عند كل آية فيها سجدة. ظل نقط أبي الأسود في شكل الحروف وضبطها متبعا حتى ظهر الخليل بن أحمد الفراهيدي في 2 الهجري، فابتكر أشكالا جديدة ورموزا وصورا جعلها بدل نقط أبي الأسود الحمراء، وبدل النقاط الصفراء والخضراء وغيرها، وأراح الناس من مشقة الكتابة بالألوان. ورغم سهولة أشكال الخليل فقد بقي بعض المتشددين يستعملونها حتى نهاية 5 الهجري. لقد ابتدع الخليل 8 علامات للرموز الصوتية أبدلها بنقط أبي الأسود، وهي الفتحة التي رسمها ألفا مبطوحة فوق الحرف، والخفضة الكسرة ألفا مبطوحة تحت الحرف، والضمة واوا صغيرة. ووضع الخليل للتنوين العلامة ذاتها مكررة للضمة والفتحة والكسرة، كما رمز الفراهيدي برأس الخاء ليدل على السكون، وقد أخذه من فعل خفيف، وقد يكون رأس جيم للدلالة على الجزم، والميم أيضا للسكون من فعل جزم، ورأس شين للشدة من كلمة شديد، وحرف صاد لهمزة الوصل، وحرف ميم للمد. وابتدع النساخ علامة الميزان للحروف المهملة،
ووضعوا حرف كاف صغير لحرف الكاف المفرد للتمييز بينه وبين اللام. وتطورت هذه الأشكال إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم. إن هذا الإصلاح في طريقة رسم الحروف ونطق الكلمات كان الدافع إليه الرغبة الصادقة في المعاونة على تلاوة صحيحة وفهم لكتاب الله عز وجل. وهكذا تحددت معالم الصورة للمصحف الشريف كما نعرفها اليوم. إن معظم المصاحف التي وصلتنا من الفترة الزمنية في القرون الهجرية الأولى مكتوبة على الرق، وقد استعمله الفنانون المسلمون لسهولة الكتابة عليه ودوام بقائه مدة طويلة من الزمن. وكان الرق من السلع الهامة التي يتاجر بها الفينيقيون من بلاد الشام إلى جميع أنحاء الأرض. منذ أن جمع القرآن العظيم الجمع الأول وربطه زيد بخيط وأطلق عليه الخليفة أبو بكر اسم المصحف، بدأ التطور في فن صناعة الكتاب يرقى رويدا رويدا. فقد كانت غلافات المصاحف أول الأمر تصنع من الخشب وتغلف بالقماش والحرير خالية من أي مسحة فنية أو زخرف، إلا أن الفنان لم يلبث أن أظهر إبداعاته على السطح الخارجي للقرآن، فامتدت يده إلى مساحة لون الخشب أو البردية ليطعمه بالعاج والعظم ثم بالأحجار الكريمة في خيال هندسي باهر، ولم يلبث أن كفته بالذهب والفضة. لقد ولدت صناعة التجليد في أحضان المصحف الشريف. ويذكر ابن النديم في الفهرست أسماء لسبعة من المجلدين المشهورين، وعلى رأسهم ابن أبي الحريش الذي كان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون. ويذكر المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم الذي كان مجلدا ماهرا أنه رحل لليمن وعلم أهلها الصنعة التي كان قد تعلمها من أهل الشام الذين تفننوا وابتدعوا صنع اللسان. لم يبلغ القرن الرابع الهجري مداه حتى كان تجليد المصاحف قد بلغ مبلغا عظيما من الإتقان والإحكام، فازدان بزخارف لا تقل عن الزخارف الداخلية روعة وجمالا. وأدخل المسلمون لأول مرة في فن التجليد مادة لك للحفاظ على الرسوم الملونة على سطح الغلاف أطول مدة ممكنة، ولتعطي الغلاف بريقا ولمعانا يأخذ بالألباب. لم يكن المصحف الشريف خلال القرون الأولى إلا جسما لحرف مكتوب على رق دون أن تكون عليه أي مسحة فنية. وكان الصحابة بداية يتحرجون من إدخال أي شيء على المصحف، وشيئا فشيئا تسللت الزخارف إلى المصاحف وحلت في الصفحات الأولى والأخيرة ووجدت في فواصل السور وفي نهايات الآيات ومواضع التخميس والتعشير والأجزاء والأحزاب، ثم لم تلبث أن تجاوزت في القرن الخامس الهجري واتخذت شكل جداول وإطارات زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة. ويوجد في متاحف العالم مصاحف ترجع إلى القرون الأولى وفيها شتى ألوان الحلي الغنية بالزخارف المذهبة. انتشر المصحف الشريف في أرجاء الأرض، وكان الخطاطون والمذهبون قد برعوا في إتقان خطوطه وتذهيبه وإطفاء الحلة القشيبة على مظهره الداخلي والخارجي. وظلت الزخارف بالذهب واللون الأزرق توشح الصفحات وتكسوها مظهرا رائعا. ولم يكتف المسلمون بذلك، بل ابتدعوا فنونا وحرفا جديدة خدمة للقارئ والحافظ لكتاب الله، فابتدعوا الرحلة كرسي المصحف.
وابتكروا له شكلا جميلا، وهو عبارة عن لوحين من الخشب يتداخلان من الوسط بطريقة التعشيق، وكأنهما كفان قد شبكت أصابعهما، وزين الكرسي بزخارف هندسية عجيبة، نجمية وهندسية ونباتية. ونجح نجاحا منعدم النظير في حفر زخارف بعدة طبقات بعضها فوق بعض، وطعمها بالعاج والصدف والقصدير والفضة والأبنوس. ظلت المصاحف تكتب على الرق حتى ظهور الورق، وقد عرف الورق قديما فاستعملوه في الكتابة، إلا أنه لم ينتشر إلا بعد أن صنعوه بأيديهم. وقد أحدثت صناعته ثورة ثقافية نال منها المصحف الشريف الحظ الأكبر والأوفر، ورغم الأعداد الكبيرة التي كتبت في القرن الثاني والثالث فإنه لم يصل سوى عدد قليل منها، ومنها مصحف ابن البواب من القرن الرابع الهجري. وتحتفظ به مكتبة تشستر باتي بدبلن بإيرلندا. إن ظهور الورق ساعد على تطور الكتابة والخط، وكان لتطور الكتابة اللينة المذهل في الرسائل والدواوين كان له الفضل في ظهور خط نسخي شامي جميل كتبت به المصاحف بعد أن غاب خط الكوفة الرصين. وكان ياقوت المستعصمي أحد الكتاب الذين طوروا في الخطوط اللينة وكتبوا المصاحف، وتبعه آخرون حتى صار المصحف على قدر كبير من الإتقان والجمال. وتضم متاحف العالم اليوم مجموعة كبيرة من المصاحف التي كتبت في القرون الخالية، وفيها ما يدل على احترام وتقديس كلام الله عز وجل وإخراجه في أبهى زينة وأكمل منظر.